أهلا وسهلا بكم تلاميذ الأعزاء، تلاميذ سنة أولى متوسط. في هذا الفيديو الجديد اللي راح يكون مجموعة من التمارين الخاصة باللغة الإنجليزية الفصل الثاني، جبت لكم هذه المجموعة من التمارين مفيدة جدا وراح تفيدكم بزاف في المراجعة تاعكم، لأنه هذا واش راح يطرح لكم في الامتحان. المواضيع راح يطرح لكم موضوع والأسئلة حول النص، وراح يمد لكم مجموعة من الأسئلة اللي راح تكون ما دامكم تقدروا تراجعوا هذه التمارين وتفهموهم، اكيد راح تفهموا الموضوع تاعكم وراح تعرفوا طريقة معالجة اي نص. ايضا تبعوا معايا تاسك 1، I circle the correct words، يعني احيط على الإجابة الصحيحة، يعني الكلمة الصحيحة. قرأوا مع بعض. Hello, I am happy to introduce. To introduce what? أعطاني I, my, هنا family. I am happy to introduce my family. Good. So I choose this one, my. Hello, I am happy to introduce my family. My father, اختار is my father. هو يعني راح ندير is، هذا الverb to be، راح نديرو my father is ماشي are. اوكي، are الجمع لهنا مفرد، هو my father he is. Teacher نقولو a teacher ولا an teacher. اوكي، so نختارو a teacher. Okay, my father is a teacher. هنا نشوفو مع الكلمة هذه، هنا تبدأ vow، تبدأ ب consonant. Okay، تبدأ يعني بحرف ساكن T، a consonant، يعني نديرو a teacher. Okay، كي تكون الكلمة تبدأ ب vowel راح ندير an. هنا عندي his وهي. Is 47 years old. شو راح نختارو؟ نختارو he is 47 years old. عندنا his he name. اوكي، شو نقولو؟ نقولو his name. Good. His name. His name is ولا are. His name is Ali. His name is Ali. لأنه اسم، his name حتكون it. Okay. It وش قلنا it هي لغير العاقل، يعني اسم لهنا نعوضوها بضمير it. His name اسمه هو علي. His name is Ali. My mother is doctor. Is a doctor. اختار a، لأنه لاحظوا عندنا دي، أوكي، a consonant، يعني حرف ساكن، نختار a. My mother is a doctor، يعني أمي طبيبة. هنا she ولا he is 42، يعني عمرها 42. عمرها شكون؟ نقولوا she، لأنه my mother، أوكي، لأنه عندي my mother. She is 42. هنا his her name. اوكي، name شو نقولو؟ الام، اسم الام، اسمها هنقولو her، her name، her name مريم، her name is، her name is مريم. I one brother. I has one brother ولا نقولو I have one brother. نقولو I have، نختار have. I have one brother. نقولو his name ولا he name. Good. Very good. His name. His name is Amin ولا are Amin. نقولو his name is Amin.
هي از، ولا نقولوا شي از، عندي هنا مدامها ماي براذر يعني هي، ديرو هي، هي از بيوبل، ان بيوبل ولا ا بيوبل، نقولوا ا بيوبل نفس الشيء لانه عندي تبدا بي، بي كونسونانت يعني حرف ساكن. امين اللي هو ماي براذر، امين قولوا لايكس ولا لايكس، لايكس ولا لايك، قولوا امين لايكس، لايكس لانه هي، واش قلنا مع هي كنصرفوا في هي فيرب ان ذا بريزنت حنزيدو اس مع هي وشي و ات. امين لايكس سويمين. نعاود نقراوها مع بعض. هالو I am happy to introduce my family. يعني أنا مرحبا، أنا سعيد لكي أقدم عائلتي. My father is a teacher. أبي معلم، يكون معلم. He is 47 years old. عمره هو عمره 47 سنة. His name is علي، يعني اسمه هو علي. My mother is a doctor. أمي ممرضة، أمي تكون أمي تكون طبيبة عفوا. She is 42، يعني عمرها 42 سنة. هنا نحب نزيدو years old، نحب ما نزيدوهاش، عادي نقدر نقولو she is 42 يعني هي عمرها 42. Her name is Maryam. اسمها مريم. I have one brother. يعني أنا لدي، أنا عندي أخ واحد. His name is Amin. اسمه هو أمين. He is a pupil. هو يكون تلميذ. Amin likes swimming. أمين يحب السباحة. ننتقل للتاكس 2. عندنا تاكس 2. I complete with the a n. هادو انديفيني، هادو لي زارتيكل انديفيني، وهذا ارتيكل ديفيني، يعني هذه وكانه الالف المعرفه وهادو تنكره، هادو يكونوا قبل المفرد، قبل الكلمه المفرده. My brother is شو نقولوا electrician، يعني هنا شو نقولوا ان الكتريشن. لاحظوا هذا الكلمات تبدا ب اي، يعني ب ا، عندنا ب اي تبدا ب اي راهي ان. اوكي ماي براذر از ان الكتريشن، لانه تبدا بفاول حرف متحرك، كي تعود الكلمه تبدا بحرف متحرك لازم نستعمل ان. ماي براذر از ان الكتريشن يعني مصلح كهرباء، عامل كهرباء. هي هاز كات، لاحظوا تبدا بسي، ا كونسوننت يعني راح نقولوا ا كات. هي هاز ا كات، هو لديه قطه. اند دوغ، اند ا دوغ، اوكي جاست وان دوغ يعني كلب واحد، راح نقولوا ا دوغ. هي هاز ا كات اند ا دوغ، يعني لديه عنده كقطه وكلب. هنايا لاحظوا دي consonant يعني راح نبدا ب ا. هنايا نقولوا the cat، لانه عاودنا دركا القط لديه قط، بصح لهنا واش راح نقولوا القط اسود، the cat is black، القط. اوكي شفتوا لاحظتوا الفرق، هنا my brother is an electrician يعني هو كهرباء، مصلح الكهرباء. he has a cat and a dog، هنا لديه قط وكلب. هنا the cat is black، القط أسود والكلب أبيض. and the dog is white، and the dog is white. هنا القط ذكرت لهنا القط، كي استعاوتوا لازم نقول القط، راح نقول راح يكون معرف بالنسبة لي، إذا راح نستعمل the. ده هي بمثابة الألف واللام، هنا المعرفة، هنا هذه المعرفة، ولهنا النكرة.
task 3 I circle the correct words يعني احوط الكلمات الصحيحه. هي شو نقولوا ليف ولا ليفز؟ هي ليفز ان الجيرز، هو يعيش في الجزائر العاصمه. ليفز لانه عندي الضمير هي لازم يكون فعل ينتهي باس. شي بلاي ولا شي بلايز؟ نقولوا مادام عندي شي نديرو بلايز. شي بلايز، شي بلايز باسكتبول يعني هي تلعب كرة السلة. I like ولا I likes؟ good. I like without s يعني ما فيهاش s، بدون s. هذه I هنستعمل I like. I like reading books، أنا أحب قراءة الكتب. I have ولا نقولو I has؟ نقولو I have. I have. I have a cat، أنا عندي ولا أنا لدي قطة. Task 4. Task 4. I order the words of the following dialogue. يعني عندنا أنا أرتب كلمات الحوار التالي. عندنا حوار هنديرو هذا الكرت وهذه الكلمات. هذه A، عندنا شخصين A and B، شخص A وشخص B. عندي time هو الوقت، what هذه أداة سؤال، question mark علامة استفهام، does هذا فعل مساعد، verb to do، Lena اسم فتاة، wake up تنهض، at عند هذه نستعملها at يعني في الوقت، في قبل وقت محدد. واش راح نقولوا؟ كيف راح نرتبوها؟ راح نقولوا عندنا السؤال لهنا راح يبدا what wh question wh اوكي يعني نستعمل الاداه هذه wh question للسؤال. what راح نقولوا at what يعني في اي، at what time في اي وقت راح تكون الاجابه at what time، at what time، at what time، at what time does Lena، at what time does Lena wake up. At what time، at what time does Lena wake up؟ في أي وقت تستيقظ لينا؟ عندي B wakes up she، this is full stop يعني نقطة. 6 o'clock يعني 6 تماما at، مش راح نقوله، راح تكون الترتيب هو she wakes up هي تنهض at 6 o'clock على السادسة تماما، ونحط في الأخير نقطة لأنه جملة خبرية declarative sentence يعني تنتهي بنقطة. يعني إذا شو حنقول نديرو she wakes up at 6 o'clock. A she هي practice يعني تمارس، does هذا الفعل المساعد قلنا verb to do، هذه question mark علامة استفهام، sports Saturday on. وش راح نديرو كيف راح نرتبوها؟ حنقولو هنا question راح يبدا ب does، هنا ما عنديش، هنا مادام هو سؤال وانا ما عنديش wh question، ما عنديش علامات هذوك السؤال اللي يكونوا wh اللي يبداو wh، اذا واش راح نستعمل؟ راح نستعمل does، راح ندير نسبق الفعل على الفاعل. واش راح يكون هنا؟ she هي الفاعل، هي subject، وهنا does practice هما الفيرب. واش راح نقولوا؟ نقولوا does
Does she practice هل هي تمارس practice sports رياضات تمارس رياضات on Saturday on Saturday okay Does she practice sports on Saturday? She no not comma فاصلة يعني does cleans تنظف room غرفة her يعني ملكها حاجتها she Saturday سبت on عندي full stop هذيك فرح نديروها نقولوا هذه راح تكون جواب على السؤال هذا على هذا السؤال إذا شو حنقولوا حنقولوا no she does not she does not يعني لا هي لا تفعل يعني هي لا تمارس الرياضة عشان نقولوا she no she does not she cleans هي تنظف she cleans her room هي تنظف غرفتها on Saturday في السبت يوم السبت إذا راح نقولوا no she does not she cleans her room on Saturday في الأخير نضع نقطة السؤال الخامس التمرين الخامس عندي هنا راح يكون عبارة عن تمرين حول الوقت telling the time يعني الإخبار عن الوقت لاحظوا لهنا هنا يا أعطاني هذه الساعة قال لي half past eight يعني عندي eight هي تمانية half نصف مدام عندي past عندي half past eight يعني الثامنة ونصف نقراوها هكا كي نجي نقراها بالعربية راح نقرا العكس يعني راح تكون العكس بهذا الاتجاه eight past راح يكون عندي الثامنة و هذه و يعني في هذا الجزء راح نقوله past ولهنا في هذا الجزء راح نقوله two إلا وهنا راح تكون و past و half past eight راح تكون الثامنة ونصف فنمثل الثامنة راح يكون هنا مؤشر الساعات هذا الصغير في الثامنة راح يكون شوية بعيد على الثامنة يعني بعد الثامنة بين 8 و 9 لأن ونصف وهنا راح يكون مؤشر الدقائق في السادسة في السادسة 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 هكا تكون إجابة صحيحة يعني هنا واش نقول 8 past half عفوا half past 8 لاحظوا هذا شوفوا هنا واش عندنا عندنا مؤشر الساعات ال 12 واللي هنا راهي مؤشر الدقائق راهي في 2 اذا هنا قد عندنا دقيقه عندنا 5 دقائق 10 دقائق واش راح نقولوا راح نقولوا 12 و10 دقائق 12 و10 دقائق واش نقول 10 past 12 يعني هنايا 12 و 10 دقائق كي نقراوها نقراوها هكا كي نقرا نقول 12 و 10 دقائق وهنا عندنا هذه لاحظوا مؤشر الساعات راهو قريب للربعة وهنايا مؤشر الدقائق راهو قريب راهو في 9 اذا واش راح تكون الساعة راهو مؤشر الدقائق راهو في جهة 2 في النصف تاع 2 قلنا هذا النصف هذا تاع الباست وهذا النصف تاع 2 اذا راح تكون باش نقراها هذه راح نقولوا الربعة غير ربع هنا الربعة الا الربع باش نقولوها اتس هنا ربع كيف نسميو ربع نقولوا كوارتر اتس كوارتر تو 4 يعني الربعة إلا الربع الرابعة إلا الربع قلت لكم كي نقراوها نقراوها بالعكس كي نجي نقراها بالعربية نقول الرابعة إلا الربع عندي هذه
هنا مش راح تكون. هنا راهو مؤشر الساعات راهو في 2، ولهنا مؤشر الدقائق راهو في 11. اذا مش راح تكون الساعه، مؤشر الدقائق راهو في جزء 2، يعني راهي الساعتين غير الدرج، يعني الساعتين الا 5 دقائق. مش راح نقولوا it's 5 to 2، it's 5 to 2، يعني خمس، يعني الساعتين الا راهي الساعة الثانية الا 5 دقائق. هذه هكا ما نغلطوش فيها ابدا، يعني راح نبداها نقراها وكاني نقراها بالعربية. نشوف نقرا الساعة الساعة بالعربية، راح نقول يعني الثانية الا الساعة الثانية الا 5 دقائق. هاي نكتبو 5 to 2، راح تكون بالتو لانه هذا جزء، هذا المؤشر الدقائق راهو في الجزء هذا، اذا راح تكون بالتو. راح نكتب تو، واش راح تكون الساعتين غير 5 دقائق. واش راح نقول تو، هنا نكتب تو وهنا نكتب 5، يعني واش راح نقراوها، راح نقراوها الساعتين الا 5 دقائق، يعني 5 to 2. هاد الساعة الساعة هي عندي العشرة، هنا مؤشر الساعات في العشرة ومؤشر الدقائق في الخمسة. شوفوا لاحظوا مؤشر الدقائق راهو في الباست، إذا راح تكون كلمة باست. اكتبوا كلمة باست هي الأولى كما ما نغلطوش، راهو مؤشر الدقائق راهو في الباست، نكتب باست في نصف الباست، راح نكتب باست. من بعد نشوف شنو راح ندير، راح نكتب أولا الدقائق، عندي 25 دقيقة، إذا مش راح تكون it's 25 نبدا بالدقائق اولا 25 باست واش باست 25 باست الساعة هي العاشرة، هي باست 10 25 باست 10، يعني راهي العشرة وخمسة وعشرون دقيقة، يعني نقول راهي العشرة وخمسة وعشرون دقيقة. ديما كي نجي نقراها بالعربية نقرأ بالعكس، العاشرة و 25 دقيقة. هذه 20 past 6، انا اللي راح نكتب، راح ندير مؤشرات 20 past 6. راح نشوف مادام عندي كلمة past راني في جزء هذا، في هذا الجزء. اذا الدقائق قد عندي، عندي 20، اوكي عندي 20 اللي هي هنا راح تكون 5، هنا 10، هنا يا quarter يعني ربع، هنا يا 20. إذا راح يكون، راح يكون لهنا مؤشر الدقائق في هذا الجزء ويكون في الرابعة، لأنه هذه هي 20 دقيقة. 20 past 6 يعني مؤشر الساعات راح يكون في 6، مؤشر الساعات في السادسة. إذا راح تكون، راح تكون هكا، راح نديرها شوية بعيدة على الستة لأنه فاتت الستة قد، راح تكون هنايا 20 past 6. هاي لاحظوا 20 past 6 يعني السادسة وعشرون دقيقة. quarter past 9، مادام عندي كلمة past إذا راح يكون مؤشر الدقائق في هذا الجزء. مادام عندي quarter past يعني راح تكون ربع ساعة، quarter هو الربع، past 9 يعني الساعة 9، تكون بهذه الطريقة 9 والربع. بهم يجيناش الفيديو طويل لانه هذا الفيديو جا طويل بزاف، نخليو هاد التمارين الباقيين للفيديو جاي ان شاء الله. راح نكمل لكم هذا الحل، هاد التمارين والشرح تاعهم في فيديو جاي ان شاء الله. تابعوا فقط الفيديو اللي جاي ان شاء الله، بعد هذا راح يكون تكمله لهذا الفيديو، وراح نكمل نحل لكم فيه التمارين الباقيين، وراح نخلي لكم رابط الفيديو، رابط الفيديو الجاي نخليه لكم تحت تحت في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. ما تنساوش تتابعونا دائما وتشاركونا بتعليقاتكم الرائعه كالعاده. نقول لكم تبقوا على خير في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.